السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن ظاهرة يعني تبدو طبيعية، لكنها في الحقيقة مش ظاهرة طبيعية. دعوات الفرح، دعوة الفرح اللي هو كارت الفرح، كارت الدعوة اللي بيعمله العريس عشان خاطر يوزعه على الناس عشان يعرفهم بفرحه. احنا عارفين الشكل الطبيعي لدعوة الفرح بتبقى مثلا حاجة زي كده، اسم وكيل العريس ووكيل العروسة يتشرفون بدعوة حضراتكم وتمام. لكن بقى في ظاهرة غريبة شوية في المجتمع، دعوات فرح يعني ايه، شوفوها الأول يعني حاجة زي كده، مثلا دعوة الحاج فلان والحاج فلان والحاج اللي زي ما انتم شايفين كده، أيوة هي الدعوة دي. تخيلوا 8 أفراد ونجل اللي مش عارف ايه. طيب تبدأ طبعا بالآية القرآنية الجميلة. في بعض الدعوات بقى بتلاقي عامل قصة، يعني عامل مقدمة نارية، يعني ايه، بعض الدعوات بتلاقي فيه مقدمة نارية. ذهب الأمير فسطاط من فوق المنطاد وقابل الأميرة مش عارفة إيه في المهم، يعني بتلاقيه عامل رواية كبيرة سيناريست كاتبها له وحاططها في الإيه، في بداية الدعوة أو في الجزء العلوي من الدعوة. وبعدين يقول لك وحيث ذلك فيتشرف كل من، يعني الجزء اللي فوق بتاع اللي هو الحكايه الحدوته، قابل خطيبته فين واتجوزه ازاي وعرفها ازاي وحبته امتى وفين وليه، خلاص ده مرحله وعدينا منها، خلاص احنا كده عشنا، هو بيعيشك في الجو وماشي منطقي، دي حاله كويس. طيب بعد كده بنلاقي نفسنا بقى بنروح لمساحه بقى يتشرف كل من، ده الموضوع مش سهل، انا مش هقوم طايق لك كده تشرف فلان، لا 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 لا. تلاقي بقى مثلا ايه، يتشرف كل من على اليمين اللي هم بقى اهل العريس، الحاج فلان والحاج علان والحاج ترتان والحاج مش عارف ايه وبتاع وحاجات كتير بقى، والناحيه التانيه الحاج فلان والاستاذ فلان والاستاذ فلان والاستاذ فلان والحاج ولا فايه، فكل دول طبعا مقربين من العريس والعروسه. طب انا برضه بسال يعني، ليه 4 و4؟ ليه 5 و5؟ يعني ليه ليه مش واحد واحد وخلاص وخلصت؟ اصل ده هتوقعنا في مشكله هنعرفها بعدين، يعني بعد شويه هقول لكم على المشكله الكبيره بتحصل فين. فانا مش فاهم ليه هنا 4، الحاج فلان ومش عارف ايه، جد الحاج فلان، عم الحاج فلان، ابو الحاج فلان، اخو الحاج فلان، عشيق والعشيق والحاج والاستاذ والدكتور والعشيق وتلاقي كلام كتير كده مكتوب. ما خلاص يا جماعة، ما واحد بس الراس الكبيرة بتاعت العيلة دي والراس الكبيرة بتاعت العيلة دي ونخلص. تمام، يعني تحس مثلا انت ايه 4 هنا و4، تحس مثلا ايه دور قبل نهائي مثلا دوري ابطال اوروبا مثلا تشامبيونز ليج وايه وتابع، لا ده هيقابل ده واول هيقابل تاني وبتاع، تلاقي نفسك داخل في قصة كده. طيب تقبلنا، عرفنا بقى مين احنا كده، عرفنا مين اهل العريس اللي هم العم والخال والجد وابن العم وابن الخال وابن اللذين وكل الكلام ده عرفناه في الجزء ده. طيب الجزء الثاني برضو نفس الحكايه، ابو العروسه واخو العروسه وام العروسه وانا وانت خلاص خلصت. طيب نخش بقى على المشكله الاكبر، ان لما يجي يعرفك بقى، لما يجي يعرفك في حته تانية بقى، بيجي يعرفك اسم العريس واسم العروسه، الحق ما بيتحطش كده، ما بيقولكش العريس كذا. كان الاول مثلا يقول لك ايه، ما يبقى في اسمين زمان يقول لك ايه، نجل الاول وكريمه الثاني، يعني نجل الاول ابن الرجل الاولاني اللي هو صاحب الدعوه، وكريمه الثاني اللي هي بنت الرجل الثاني وخلصت. دلوقتي بقى يا معلم، لا احنا عندنا في 4 5 اسماء فوق يمين وخمسه شمال، فاحنا عندنا مصفوفه، فما ما تعديش كده. لا يقول لك مثلا ايه بقى، قبل ما يكتب لك اسم هدول لك ايه، حفيد الاول وابن الثاني وابن اخو الثالث وعم الثالث وبرنس الرابع وكسر عين الخامس كده، ده جزء. الثانيه بقى حفيدة الاولاني الثامن عشية السادس
عشية ال19، وتلاقي بقى داخل لك انت اصلا بتوه يا عم، مين دول؟ يعني انت لقيت نفسك كده دلوقتي تايه، مين الناس دي؟ يعني انا كده تهت. يعني مثلا ايه، تيجي تلاقي بقى وبعد ما يقوم تهو كده لك ايه، عادل واميرة، احمد ومنى، نور وسحر. ايه يا عم، ايه يا عم، انا فرهدت، انا نسيت اصلا. يعني انا صح، اصحاب الاسمين دول اللي هم الاسمين المعرفين المكتوبين بميه الذهب بشكل كبير دول، سين وصاد، او المهم يعني ذكر وانتهى، مين دول اصلا؟ ايه، انا نسيت. انا بقى نسيت ان كان في بقى في دعوه فرح وهم قابلوا بعض فين ومش عارف ايه، و18 اسم مكتوبين لي يمين وشمال هيلعبوا دوره رمضانيه، فانا تهت في الكلام ده. وبعدين بقى يقول لك ايه، يتشرفان بدعوتكم لحضور كذا 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 يوم كذا كذا كذا، والعاقبه عندكم في المسرة. ما نخلص، الحاج فلان والحاج علان كان ابن الاولاني، قريب التاني، قريبه التاني، وشكرا. يعني ما تتوهوناش بس، يعني بالله عليكم، عشان احنا اللي بنتوه، احنا اللي بيجي. يعني يقوم بقى ماسك انت انا مثلا واحد لو شفت ولا زي كده احلف يمين طلاق ثلاثه ما انا رايح الفرح، انا توهت اصلا قبل ما اشوف البتاع. ما بالك بقى لو في لوكيشن، يعني مش هتروح. فالله يكرمكم يعني يا جدعان، اسم من هنا واسم من هنا، الدعوه دي مش وحشه والله. وربنا كده يا رب دايما يجمعنا في المسرات ويجعل ايامكم كلها افراح وليالي ملاح. سلام.